عشقك ده. دي اسمها البيبي فود. الله كويس قوي. ودي الدارتس. الله. وهنا الكوتشينه والطاوله. الله. وهنا البلياردو. تعالوا جنبي هنا بقى. ايوه طبعا الواحد دايما وقت ما بيفتكر الالعاب بيفتكر اول العاب لعبها طبعا. بالنسبه لك يا مجدي اول احنا كان لعبنا ممكن ننزل نلعب في الشارع بنلعب العاب احنا بنعملها بنخترعها، انت كان ايه الالعاب اللي بتشدك؟ الكازوز. الكازوز والنقى والبلي. كازوز ده اللي هي غطيان الغطا بتاع ازازه البيبسي كنا بنلعب عليه. واحيانا كنا بنعمله كراسي واحنا صغيرين، ان احنا نجيب الغطا الكازوز ده ونخبط بيه كده بحاجه آلة وبعدين هو بيتفرد بآلة ايه؟ بزلطه. ايوه بزلطه. انا قلت بقى معلش عندي عبيط معلش فجيب الزلطه دي ونخبط على الحكايه فالحكايه تتفرد فبنبتدي نعمل كراسي وكنب واحنا صغيرين. دي كانت بدايه حكايه الفن بقى، ان انت ازاي تعمل حاجات وانت صغير وخيالك يبقى ايه. كان اللي جوه الغطا مش بلاستيك. مش بلاستيك، كان فل. كان فل. والفل ده بقى ايه بقى؟ ايوه. مساء الخير. سلام. اخبارك ايه؟ شكرا. كان ايه بقى؟ الفل ده عشان تطلعه بقى محتاج بقى سكينه وحاجات، وهو او تسخن او تسخن بقى وحاجات وتجيب بقى السبرتاه دي. سيبك من ده كله بقى. النقى بقى، يا سلام. نقى المشمش. نقى المشمش وازاي بقى تاخده وتغسله وتوضبه وحاجات كده، وتجيب بقى وتحفر انت بقى في الشارع بقى الاسفلت بقى. ودلوقتي بيحفروا عمال على بطال، احنا بقى كنا بنحفر عشان نحط بقى ايه، نعمل حفره كده. اسمها ايه؟ ترنجيلا؟ لا اسمها ايه؟ لا ترنجيلا دي بتاعت الكازوز. يا نهار. استنى استنى، اهدى ما تنفعلش. ايه ده؟ ايه؟ 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 نقره مين؟ نقره. طروقه. طروقه اهو. طروقه الراجل بتاعنا اهو اهو. الراجل ده زينا يا عم ومننا اهو، صاحبنا اهو. طروقه. وازاي بقى انت تنشن النشان ده، ان انت تدخل وبعدين بقى ايه بقى. كان في حاجه حلوه قوي. ان انت تحط النقه كده وتعملها كده. ايوه. 40 ساعه عشان تخش. عشان تخش جوه والاول وانت واقف عند عند اللاين. اللاين. حط هو عدي عدي وتبقى وتنشن وتبقى معاك انت. لا بتبقى معاك ايه البتاع دي وترمي كله بقى بيرمي وبعدين في الاخر تقعد تعمل حاجات لحد ما تنزل في النقره. وبعدين في النقره تيجي بقى في النقره. في النقره يا عم. الطروقه في الارياف. ممكن يبقى في الارياف يبقى اسمها طروقه. احنا بقى كنا متطورين. والسبع طوبات بقى. السبع طوبات بقى يا نهار اسود. الحاجات بقى فوق بعضها سبع طوبات. البلاط. يا ريت بلاط. ده كان حاجه اسفلت وصعب قوي. وتحط بقى السبع وتحط نشل وتجري. ما تفهمش بتجري ليه بس بتجري. بس انا فاكر بتجري ليه. الفريق اللي قدامك عشان يخبطك بالكوره وانت لازم كل شويه ترجع تحط طوبه وتجري. يا سلام على الذاكره. الله. مها، بعيدا عن الاولى اللي انت كنت بتلعبيها، كنت بتلعبي ايه تاني؟ حبش وايطاليا. ايه حبش وايطاليا؟ ده حبش وايطاليا. حبش وايطاليا. ده كنت فاكره ده اللي هو شريط كده ورق ونقعد نطقطق كده. طقطق زلطايه برضو. زلطه ونقعد بقى شريط احمر وفي حاجه زي ونقعد على الرصيف كده ونحطه ونقعد بقى نفضل نتكتك بتاع الشارع. مساء الخير. ونقعد نتكتك. وكان في لعبه. ايه المتعه اللي كانت في كده يعني؟ بس احنا كنا بنستمتع جدا يعني بالسبع طوبات دي واستغمايه. وحبش وايطاليا كان اكتر في العيد. في العيد. لا بس انا كان مزاج عندي الحبش وايطاليا والله. وكنت اجيب بقى الطوب وارفع الطوبه كده وامسك الطوب والمه في ايديا. مش فاكره اسمها ايه. دي كبه. ايوه ايوه. اصحى ما تهدى. اهدى. ايوه. الكبه دي يا اخوانا كانت عباره عن شويه طوب كده زي كده زي كده وانا في طوبه ارميها لفوق واخد شويه واجبش. دلوقتي هم بيلعبوها في اسكندريه. لا ده بتاعت اسكندريه دي اللي على الفوزدو. الفوزدو اللي هو جوز ولا فرد وحاجات كده. جوز ولا فرد دي تمسك شويه كده وتقولي دول جوز ولا دول جوز ولا فرد. يطلعوا جوز تاخديهم يطلعوا فرد تدفعي تمام. انا بقى بلعبها بقى مع اولادي وبلعب معاهم السيجا. الكبه. والسيجا. سلم وتعبان. والليدو. سلم والليدو والسلم وتعبان. وكان حاجه دلوقتي انتوا بتلعبوها جديده كده مش لا 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 غير بيلي. اسمها ايه اللي بيجيبها عادل دي اسمها ايه؟ ايه؟ اول بيلي. انا كنت عبيط وانا صغير. اهدي ما تنفعليش. كان اسمه ايه؟ اللي انتوا بتلعبوه ده في زي كوره كوتشينه. ايوه الاونو. الله الاونو. الاونو. ما بتلعبي مع اولادك على فلوس ولا؟ بنلعب وبنتخانق و ولا ايوه ده خناق بقى. لا وبيلعبوا حاجه تانية في الورق بس ايه اسم البلد. أيوة اسم بلد جماد. اتوبيس كومبلي. اتوبيس كومبلي. اتوبيس كومبلي. هي وعادل بقى. لا انا الاول. بابا قول لي قول لي البلد اسمها ايه. اقول لك ودي بقى. لا انت ما تقولوش. يا ست ده ابنك وعبد الله ابنك. يعني ابني يغلبني.
لا انا حكايه اتوبيس كومبليت اما بلعبها مع الاولاد برضو نفس الحكايه. انا اعيل منهم جدا. اكتب بسرعه خلصت. وعادل يقعد يقول انت حمراوتيه. اقول انت لا لا حمراوتي. بيقول لك ايه؟ انت حمراوتيه. حمراوتيه دي جمله مش في القاموس. عملت ايه في الواد يا مان؟ مدارس اجنبيه وعادت كده. مدارس اجنبيه وبيقول بيقول لك انت حمرقوتيه. اه تقول انت حمرقوتي. ده صعبه جدا حمرقوتي برضو نوضح للناس. اللي هو بيحمرق اللي هو يعني بيخم او اللي هو بيغش شويه. بيغش شويه او بيضحك على اللي قدامه. بيضحك على اللي قدامه. محدش يبقى حمرقوتي. طب بما ان احنا لعبنا كتير. اللهم صل على النبي. لعبنا الدارتس ده قبل كده؟ انا فاكر احنا جبنا مره لعادل حاجه زي كده واحمد. لعادل مش احنا. اه يعني جبناها له مره. مش احنا يعني. اه توكل على الله. استنى ما امشي من قدامك. طيب قربي شويه مالا. قربي بقى عشان انت عندك مشاكل. اه طبعا ده اكيد لازم اقرب. مره واحده. مره واحده. ما تقربيش قوي يعني. امال تلعب مرتين؟ العب مرتين. لا ما تحطيها كده ونخلص. هو انا المفروض اجيبها في النص؟ لا ايا كان. انت وشطارتك. وسع بقى وسع. وسعت احنا قاعدين في الشارع. اتفضلي. تسقيفه؟ ايوه. حلو قوي ده بالظبط. ايه رايك؟ والله بالظبط ده يا عيني السهم رايح متعذب. الله حلو قوي. اوعى يا مها على فكره اللعبه دي بايظه. بايظه؟ اه لا البتاع دي كانت لازم تيجي كده شويه. لو تحس بص شوف السهم ده يا مجدي عامل ازاي. بصوا النبي ده سهم رايح مايع. من تحت يعني لفوق ده مايع. ده السهم ده انثى. طب بص ده مايع. بص بقى بص بقى الخبره بقى. بص الخبره بتاعت زمان. ان جوزك معاك ورينا القوه يا ابن انت وهو. ورينا القوه. ايه ده ما تنفعلش. الله حلو. اتفرجوا بقى على الشغل. أيوة بقى انا عايز اقول لكم ان انا ما بشوفش بالليل بس ده الفكره. ده من تحت تراه. اديله. الله انا انصحكم ان انتوا يعني بعد ما نخلص من هنا هاجي لك بكره نتعلم. انا بكره يا معلم نقعد نناقش براحتنا. طيب انا فاكر اول لعبه كان نفسي انها تجي لي وكان حدث بالنسبه لي يوم ما جت ميكانو. ميكانو ده اللي هو يتجمع يتعمل بيه عربيه يتعمل بيه طياره. ايه كان في لعبه معينه احنا لعبنا كتير او عملنا اخترعنا العابنا بايدينا في الشارع لكن ساعات كان يبقى نفسك في لعبه معينه. في لعبه معينه كان نفسك تيجي لك لما جت كان يوم غريب يعني. في لعبه بقى انا كنت بشوفها دايما بقى ايه يعني زمان كده الاقي واحد ماسك برموت كده وحاجه بتجري. العربيات بتاعت زمان دي. طبعا طبعا احنا بقى كنا من الناس اللي بتعمل العربيه وبتمشيها بايديها. فدي بقى تلاقي حاجه بتاعها انت بتبص له كده يا ابن اللذين. يا ابن اللذين هو اللي بيحركها. طب اديني شويه بس كده. طب بص اقول لك. طب بص انت ابو عشان تاخد منه بس تلعب منه دور دور بقى وبتاع. فالاختراع ده كان اختراع عجيب جدا اللي هو اول مره ريموت كنترول يحرك حاجه عربيه. وده برضو ان انت يشغل دماغك ان انت ده اتعمل ازاي. احنا وصلنا للبلاي ستيشن ووصلنا للحاجات اللي بيحركوها مش عارف ازاي وطيارات البتاع يعني ده كله ما كانش موجود بجد. الطياره كانت الورقه دي وتشد بقى وحاجات كنت بتعرف تعملها؟ كنت بعرف اعملها بجد. والكره الشراب اللي هي اللي هي بالكله. لا الطياره لا الطياره كانت بتيجي جاهزه او احيانا انت كنت تعملها بالجريد النخل. بالجريد النخل مش جريد النخل البوص بتاع الصيد. صح البوص بتاع صح برافو. بيتقسم بالنص كده. ايوه وتقطعه بقى وتعمله كده وتجيب بقى الجلاد اللي هو الملون ده والحاجات اللي هي البوص ده هيودينا لايه. كان في لوح بتتعمل زمان برضو بالبوص الرفيع. مش كده ويتحرق منه حاجات. ويتحرق منه لا بص انا كنت كيف صيد بقى. كنت اجيب البوص ده واحطه على البوتاجاز واحرق بقى واعمل مش عارف ايه وبتاع واروح اصطاد. ان اصطاد حاجه اشرف. جايب السناره اللي هي السناره وتمام ومحروقها وعامل لها منظر وعامل انت بقى ايه بقى الفيله ابو زلومه بتاع الصيد يعني. واخد بالك اللي هو الفيل الكبير بقى وتقعد بقى وسناره وحاجات وتقسمها ويقول لك متعقله السناره متعقله فيها عقل. فيها عقل تحس ان السناره هي العقله وانا مجنون. طب انت ما اشتغلتيش حاجه بايدك مثلا وانت صغيره؟ الكنفه. كنفه
تعملي ايه؟ صور معينه بتجيبيها تشفيها؟ لا بجيبها، لا بجيبها هي جاهزه القنفات دي على شكل بقى عصفوره، في فازه فيها ورد كده، ورد، وابتدي بقى اشتغل القنفه. وكنت وانت في سن صغيره؟ اه كنت بحبه جدا. كانت مامتك اللي علمتك؟ لا اتعلمتها في التدبير. ايوه ايوه اتعلمت القنفه والمكرونه. لا مكرونه التدبير، مكرونه منشا بيعلم، مكرونه منشا. لا والله التدبير كان بيعلمنا المكرونه ام زيت وال لا كان في حاجه تانية، النول، ان انت ازاي تعمل القماش لا بتاع خشب كده وخيوط بالطول، وخيوط بالطول وفي مسامير، تعمل خيوط بالعرض، خيوط بالعرض وتعمل منها سجاده، تعمل منها حاجه ثقيله قوي. ثقيله ليه؟ سهيلة كتير قوي يعني، متعبه عشان الخيوط كتيره ولا انا ما عرفتش اعملها. بس يعني مثلا اللي هو كان في بوس رفيع قوي ده، كان يجيبوه يشقوه كده وتعمل بيه اشكال ملونه لا ممكن كمان تدخله على الرسم نفسه يعني ترسم انت منظر. فاكر انت رسمه من الرسومات اللي هي بتاعه البوس الرفيع دي؟ عارف انه بتاع العرقسوس؟ ايوه 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 دي كانت برضو رسمه. ده احنا هنشرب كتير قوي. الله اكبر. ايوه يعني لا كان في الحاجات دي كانت موجوده انها بتنمي خيالك يا اشرف طبعا طول الوقت. لا الحاجات اللي هي اليدويه انت ازاي تعمل حاجات يدوي وتخش وتعمل اشكال وتنميه خيال. هل حارسين ان انتم مع اولادكم تحاولوا تنموا خيالهم تخليهم يعملوا حاجات يدوي؟ انا بعمل كده مع عادل ان هو يجيب صلصال ويقعد يلعب يعمل اشكال ويعمل حاجات. واحيانا الميكانو، بس دلوقتي مبقاش عن زي زمان. الميكانو بقت حاجات كده بتتركب بلاستيك بيوت ويعمل بيوت ويعمل ينمي خياله. الى جانب طبعا ما عندها فكره عن الرسم شويه. انا طبعا كل سنه وانت طيب. انا في لعبه عجبتني جدا وانا بجيب لاولادي لعبه، يعني كنت حريص ان انا اجيبها لعبه ليا، اللي هي عاملين طوب بنفس الماتيريال بتاع الطوب ماشي، وعاملين نوع اسمنت لما يتغسل يفك اوكي. فبتبني بيت، بتبني بيت بجد بالابواب بالسقف زي الميكانو بس بشكل شكل طوب ودهانات وبتاع وحكايه. ده حلو ده. دي لذيذه جدا دي. لا انا بجيب كراسه الرسم ومثلا بابا نويل عايز عادل يرسمه مش عارف اسمه بابا نويل احب عليه وشه يا جماعه بابا نويل يا نهار ابيض باشا تحس انك متربيه معاه يعني. بابا نويل تعال على البلياردو. بما ان بابا الباشا اكيد بابا الباشا كان عنده ترابيزه بلياردو. ما كانش بيحب يلعب البلياردو. اعتقد ان بابا كان ذكي روستون. يلا بابا نويل بص انا عايز اقول لك حاجه. مجدي انت بتلعب؟ لا انا عايز اقول لك على حاجه والله يعني حاجه مهمه جدا. حاولت اتعلم الحكايه دي الشغلانه دي. هو بيحب يلعب البتاع دي. لا مش بيقول. لا يعني عندي معلومه بس انا مش عارف مين اللي بيدخل فين. لا بص اخبط. حلو قوي توكل على الله. اخبط وخلاص. طب بص بقى انت مسكت العصايه ومسك العصايه انا بقى شقط لكم. لا شقط لكم ايه؟ اتفضلي حضرتك. استني بس انت بتبيع برتقانه شقط اشقط لكم ايه؟ خليكم يعني ايه ده رايح فين؟ ايه ده رايح فين؟ انا الاول. لا هروح واجي لك بكره فريش. وانت الاول هتشوطي من هنا؟ امال هشوط من ايه؟ من هنا بقى برضه نفس الكوره. احنا انا بقول لك انا حاولت اعمل كده بالعجوه. اوعى ما انت لو قعدت شويه كده بعد ابنك في الحكايه. طيب بص يعني انا اروح هناك؟ بص يا اما تجيلك الكوره خليكي هنا ما تروحي لها هي تجيلي ماشي. انا بس اما اتقال ابصها ابصها لك. يلا يا حلو ابو شعر اصفر للكوره. لا ايه دي ما تنفعليش. اوعى الله الله. مش بقول لك حاولت اتعلمها ما عرفتش وكده. ايه عمل ايه بقى؟ ولا حاجه. العبي انت بقى، العبي انت بقى، اضربي بقى في اي حته. اعمل ايه؟ خليها هناك دي يعني. خليها هناك. البيضه ولا البني؟ البني. انت بتلعبي يا مها؟ ايه ده؟ يا عيني يا ترابيزه، يا عيني يا ترابيزه. يا مها استنى يا مجدي. يعني ممكن اخبط البني بالبيضه؟ ازاي كده؟ والله انا بحسب اخبط البني بس. البيضه تتخبط في البني يعني اخبط البيضه في البني فالبني تنزل هناك. والبيضه البيضة هو ده هو ده. البيضة اللي بعجوة اللي كلناها دي. الله استنى هما بيعملوا ايديهم. استنى استنى انت بتسحري لها ولا مش هما بيعملوا ايديهم كده؟ انت هتعملي فيها المرأة الخارقة هتعمل بقى الحاجات دي فيها. تصدق هتخش. يلا يا طب يلا وريني. الله الله ده حلو قوي. انا عايز اقول لك ان ده عجين من البلياردو. بص خش يا اشرف. اشرف تعرف يلعب. انا فركش لكم أيوة. البتاع ده ايه ده ما تنفعش. اتفضل. الله حلو قوي كده. غلبت
لا ولا غلبت ولا حاجه. امال ايه؟ اهم حاجه السودة، اهم ما تخشش جوه الحاجات. سيبك من اللي بتتحرك تحت ايدي، ماليش ماليش ايه، ما تمشي. مضايقاك دي، مضايقاني ايه ده؟ ما ده انا اللي هلعب مش انت. ما انا بشوفك عاملها ازاي. عشان عمليه دوت. حلو قوي. الله الله، اتفضل تعالي من هنا يا مها البيضة. ليه؟ وما هو لا ما هو مش هو، هو خيار يا مها هننقي. الله، افرض انا عايزه العب بالزرق بتاع البلياردو نفسه. الراجل بتاع البلياردو نفسه قال لك من دي، مستر بلياردو قال العب بالبيضة. طيب بص يا مها، كده 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 على اساس ان انا بعرف العب يعني، واخد بالك؟ اهو. حلو، اتفضل. انت بتصطادي سمك كده يا مها؟ حلوة، استنى نخلص اهو ونخلص وعد الله هنخلص.